نحن هنا بأمن دائرة الأربعاء ولاية البليدة لمرافقة عناصر الأمن، والمهمة اليوم مراقبة مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية من كوفيد-19 في المحلات. لضمان سلامة المواطنين، العديد من أصحاب المحلات ملتزمون بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها. يعني لو تكون السلطة الأمنية يعني ماش قائمة بدور تعم كما يجب، نلاحظ نحن كتجار وكمواطنين حيكون عنا تراخي في تنفيذ هذه الإجراءات. إذن لما تكون دائما السلطات الأمنية حاضرة وفي كل لحظة تخلينا دائما حاضرين. وفي المقابل سجلت مصالح المراقبة بعض التجاوزات، فهنا صاحب هذا المحل لم يحترم أدنى شروط الوقاية، تهاون كلفه سحب السجل التجاري. ثلاث مرات متتالية وسجلنا بلعدم التزام صاحب المحل بالإجراءات الوقائية، في هذه الحالة نتبع معك الإجراءات القانونية المتمثلة في سحب السجل التجاري، تلتحق في مصالح أمن دائرة الأربعاء لمواصلة الإجراءات. أحصت مصالح أمن ولاية البليدة مراقبة 18960 محل تجاري، حيث تم تسجيل 3722 مخالفة بسبب عدم ارتداء الكمامات، 1088 مخالفة بسبب التباعد الجسدي، 1323 مخالفة بسبب تنظيف وتعقيم المحلات، 1363 مخالفة بسبب عدم وضع لافتة الإشارات، مع غلق 17 محل تجاري بسبب مخالفات توقيت الحجر الصحي. مثل هذه الإجراءات هدفها ضمان شروط صحية تساهم في الحد من انتشار الفيروس، لكن نجاعتها مرهونة بمدى وعي التجار بعواقب الإهمال والتساهل.